معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. بالأمس بدأت الجلسة الافتتاحية وعقدت الجلسات يا فندم لمؤتمر الأوقاف الدولي 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، واليوم حرصت وزارة الأوقاف وتفعيلا ومنهاجا لما رسخته أو سوف ترسخه وثيقة المواطنة، وترسيخا للمفهوم الصحيح حرصت الوزارة على وجود جولة سياحية بعدة مناطق أثرية لضيوف المؤتمر. أهمية هذه الجولة وكيف نسوق لمصر خارجيا من خلال الجولات السياحية التي تأتي على هامش المؤتمرات. بداية أنا برحب أخي وصديقي الأستاذ الدكتور علي النعيمي وكل ضيوف مصر الأعزاء هنا في مسجد عمر ابن العاصيف في مسجد سيدنا عمر ابن العاص رضي الله عنه. الحقيقة كما ذكرت بما أني إحنا بصدد إصدار وثيقة القاهرة للمواطنة، مواطنة ذات أبعاد متعددة لكن بعد أهم منها هو القبول التعددية وقبول التنوع وقبول الاختلاف والتعايش بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، العدالة التامة لأبناء الوطن جميعا. يمكن هذه الزيارة الرمزية اللي بتأكد أن هنا في مصر منذ يعني قرون عديدة وهنا تتعانق مآذن المساجد مع الكنائس مع وجود المعبد اليهودي الذي ما زال على حاله إلى الآن، ده تأكيد على مسألة التسامح الديني وقبول الآخر وأنه لا إكراه في الدين وأن الوطن لأبنائه جميعا وبهم جميعا. وعندما نتحدث عن دور العبادة، آخر ما أخرجنا كتاب حماية دور العبادة، كل دور العبادة وتأكيد على حرية المعتقد وإن الإنسان يعني لا يمكن أن يحمل الناس على دين واحد قصرا على الإطلاق، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الأمر الآخر إن الحقيقة بعد جولة قضاها معنا بعض السادة الضيوف في محافظة الشرقية في قرية من القرى، وهذه الجولة في حي من أحياء مصر القديمة من الأحياء الشعبية، عندما ننتقل ليرى يعني ضيوفنا الكرام بأعينهم مدى الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية وأن الدولة المصرية قوية ولا يوجد على الإطلاق أي تأثير لأي من قوى الشر والإرهاب على أراضيها، وإن بفضل الله الدولة يعني أحكمت قبضتها على كل شبر من أراضيها في رسالة إن شاء الله نحو مزيد من التقدم ومزيد من الرقي. وفي نفس الوقت بنكون يعني أي حد بيذهب إلى أي دولة بيكون حريص أن يتعرف على بعض معالمة. صحيح الوقت ليس في فسحة كبيرة للتعرف على كل المعالم، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، فهنا جولة في مجمع الأديان ثم جولة إلى أيضا بعض المساجد التاريخية كمسجد السلطان حسن الذي يضم يعني احنا اختيارات معينة، ده أول مسجد بني في مصر في أفريقيا، مسجد السلطان حسن يضم أكبر إيوان مفتوح في العالم، مسجد محمد علي به أعلى منبر تاريخي في العالم، فده جزء من تاريخنا وبنأكد إن احنا محتاجين كأجيال جديدة نعرف جميعا أن لنا تاريخا عريقا طويلا نبني عليه مستقبلا وحاضرا قويا إن شاء الله.